Merry Christmas, Monica Cammy. محب أسامة أدريانو جمال أبانوب جمال فادي شريف. Merry Christmas. Merry Christmas. Sorry, Ahab. بيتر شريف أتلاشف جمال. رم أوني. Merry Christmas. Mrs. شيرين. Mrs. Madeline. Merry Christmas. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم. ميس سوفي ميري كريسمس. ميري كريسمس مريم أمير. Merry Christmas, Justina Imad. Merry Christmas, Nardine Nader. Merry Christmas, Laura Osama. Merry Christmas, Jolie Habib. Merry Christmas, Nivana Nader. Merry Christmas, Vanya Nader. Merry Christmas, Miss Sony. Mr. Ed. Mr. Wasim. Mr. Ray. Mr. Romani. Mr. Emmanuel. Mr. Edwin. Mr. Eric. Mr. Noel. Mr. Ben. Mr. Jonathan. Merry Christmas. We really wish you a happy and fruitful year. Happy New Year for all of you. Fabia. Jordan. Leonian. Merry Christmas. أقباط مصر هم أهل السيدة ماريا أم المؤمنين التي أرسلها المقوقس للنبي كهدية كجارية، ولكن الرسول إكراما لأهل مصر تزوجها وأصبحت السيدة ماريا أحد أمهات المؤمنين، وبالتالي أصبح أقباط مصر كمان هم أخوال إبراهيم ابن سيدنا محمد من السيدة ماريا. علشان كده الرسول قال إذا دخلتم مصرا فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم فيهم ذمة ونسبة، ذمة لأنهم أهل كتاب ونسب لأنهم أهل السيدة ماريا. والرسول كان بيحب يزور السيدة ماريا ويقعد عندها لأنه كان طبعها حلو وكان لسانها حلو وكلامها حلو زي أهل مصر. كل سنة وانتم طيبين يا أقباط مصر. سكر حالي كل شي فيها طيب فيها حاضر فيها طيب فيها يتلاك كل حبة وبين قلوب الناس تطيب. نهار وليل مصر صحية تفارق فيها النوم وانت ماشي في مصر شريف ألف ضحكة بتناديك وانت ماشي في مصر Bye.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم.